مارك مثل العادة عنده دائما مفاجآت. ضحك ضحك بقول لك. اليوم الصبح وعدناكم مشاهدينا انه موضوعنا اليوم بنيشر رح يكون عن المرسبين وحكينا وكاتي قالت اكيد جيب لنا ضيافة مارك بس كله هيدا راح زبالة. انا ما سمعت انه في ضيافة وكذا خفت. هي لك انا لما تغيرت الموضوع. لا بتعرفي ليه؟ لانه الكيوي كثير ما بتتخيلي قد ايه بيسالونا اسئله عن الكيوي لانه كثير اشخاص بحبوا يكون عندهم كيوي ببيوتهم، نفس الوقت كثير صعب نهتم فيها. اوكي. فانا وقاطع هيك اليوم شفت هول الاثنين كيوي معنا هلا بنشوف صورتهم. وين شفتهم هول؟ لا حطيت الطريق. لا عم بحكي جد انه كثير قليل ليكون موجود عندنا منهم وهيك، فكان كثير هول وصلوا لك جديد على المحل. مزبوط. في كيوي الحمراء اللي هي بتجي من دون شيء بالمره، يعني هلا رح شوفها. الافونتاج تبعهم الاثنين هول الكيوي اللي معنا ورح نحكي كثير عنهم، هو انه الكيوي عاده بدك تزرع ذكر لاربع انثى و ذكر لاربع انثى. اربع اوكي. لا مش رح نقارن. لا اوقات فينا نقول نيالو يعني، بس انا فهول الكيوي اللي معنا هلا هن اثنيناتهم، يعني هيدا من الكيوي الجديد يلي على زيت الشتله في الذكر والانثى سوا. نفس الوقت وحده صفراء وحده حمراء، يعني مش هيدي بتقلع لحالها وبتحمل 100% صح. فهول مثلا للاشخاص اللي عندهم جنينه صغيره ما عندهم مطرح، لانه الكيوي عربيشه بتوصل 20 متر و30 متر فيها تكبر يعني. فمشان هيك خلينا قبل نتعرف شوي على الكيوي شتلة، وفي شيء لك رح تحبيه كثير لدرجه رح تاخذي اليوم كيوي تشتريها هلا بتشوفها. اول شيء بس نقول انه الكيوي هي كثير انواع من البلانت، يعني اسمهم هيك ما كان اسمهم هيك بالمره، يعني هي عربيشه اسمها اكتينيديا، رح نبقى نشوف هلا كثير صور منهم هيك. هن جايين كثير من الصين اكثر شيء، وفي كثير انواع منهم. وقبل 1970 ما كان في كلمه كيوي، يعني كان عندهم غير اسامي مثل اكتينيديا مثل كل هول. غيروها بدهم لانه كان بدهم شيء كوميرسيال، يعني كانوا يسموها اوقات جروزاي دوشين، كانوا يسموها ميت او حتى كانوا يسموها بيش دي سانج، يعني مثل المشمشه تبع السعديين، يعني في كثير اسامي. لحد ما بنيوزيلندا صاروا كثير يزرعوا كيوي، والعصفور هيدا اللي عم تشوفيه قدامك حسوا انه بيشبهه شوي. سو سموه كيوي، وما كان في يعني قبل، يعني هن بلشت هيدا الشيء كثير. هذا العصفور الكيوي طبعا نيوزيلندا 100% تسميت كيوي بسببها، يعني هيدي الفكره. هلا الاسم المضبوط اللاتيني تبع الاكتينيديا هي بتعني ليلى، اذا بتطلع عليها الترجمه لانه ببين كانه في دولاب وهيك بتشوفي كيف اللي بقلبه للدولاب، يعني كيف عم يعملوا. سو كانه هيدا الاسم اذا بدنا نترجمه، يعني النبته اللي جواتها فيها مثل دولاب. هيدا اذا بدنا نترجم اسم النبته تبعه هيك. هلا كثير كمان مستعمل هي زهرتها. حلوه زهرتها. هلا رح خبرك شيء هون، قلت لك بحس رايح تزرعي انت كيوي اليوم لانه انت بتحب كثير بسينات. ففي كوت بالصين بيقول، رح نقوله بالانجلش بعدين تساعديني بالترجمه، سيلفر فاين تو اكات اي كوين تو بروستيتيوت. اوكي. قد ليه الفكره تبعه؟ يعني قد ما البسينات بحبوا الكيوي لدرجه هم بقارنوها مثل مصاري لبائعة هواء. هل قد ايه بحبوا الكيوي؟ 100% لدرجه. ولا مره طعمت بسينات الكيوي؟ لا بحبه، مش انه ياكلوا كيوي، بحبه كثير ريحتها مثل الكاتنب، يعني بروحه يعني ريحه النبته. ريحه النبته، فما لازم ولا شوي نتعجب اذا عندنا كيوي بيروحوا بيقعدوا حدا. اذا لانه بتعرفي حتى بالجنينات الكبيره الكيوي كبير، فالبسينات بيجتمعوا تحت الكيوي. طب هول شو اعمل فيهم بعدين؟ لإلك هول. ما انا قلت انه هول ارخص من المرسمين. فبعد شغله كمان تخبرك انه بكذا زو بالعالم خاصه بالصين بيزرعوا كيوي قصد مطرح ما راح يكون في بسينات، او حتى مطرح ما راح يكون في مثلا تايجرز وهيك، لانه كل هالعائله. وزياده كمان لانه بيستعملوا الورق تبعهم اوقات وبشربوهم شاي سيداتيف، يعني بروق للحيوانات. عندها الكيوي هيدي الميزات. حلو. يعني هي يعني كثير الاشخاص اللي بيسالوا تبع عنا، لانه بلبنان في كثير بحبوا يزرعوا كاتنب لانه بيقروا عنا انه هيدي النبته اللي بحبوها البسينات. وما في بلبنان كثير قليل الناس بتجيبه، بس مش بكثره. الكيوي هي واحدة من الالترناتيفز. يعني هيدي اول هيك معلومه. عم نحكي عن الكيوي وعن اوراقه وكيف البسينات بحبون. الانسان ما بيستعمل اوراق الكيوي؟ ما بيستعمل اوراق الكيوي. هلا في بالميديسين تراديشنال الصينيه بيستعملوهم اوقات كمان تنروق ومهدئ وهيك. بس قال لك هلا ماشي بس رح اقول هالمعلومه بس ما حدا ينقذ منها كثير مثبته وهيك، لانه في كثير اشخاص عندهم مشكل مع الكيوي. لانه في كم كتاب طلع انه الكيوي هي واحده من النباتات الجدا قليله اللي ما بتمرض. اوكي. واو. فما بيجي عليها حشرات، يعني اللي بيزرعوا كيوي بيعرفوا انه الكيوي ما بيجي عليه حشرات، ما بيجي عليه امراض فطريه، بيجي عليه امراض غير بس ما بيجي. بيقولوا انه ما حد من سره انا الاشخاص اللي بخافوا انه بما انه الحشرات والنباتات والحيوانات قرروا انه ما ياكلوا كيوي، دونك اكيد في شيء موليكولز بخوفه. مش هيك في ناس ما بحبوا يستعملوه لانه بيجربوا يبعدوا عنه. أوكي. بس هول بس حكي يعني تحليل تحليل. وفي شيء كمان انه في كمان بعد دراسات تطلع انه هو واحد من مسببين الكانسر، بس انه في 100000 دراسه ضد
افتراضات هول. افتراضات لأن هو فواكه في كتير فيتامينز وكتير مهم بس إنه هول من الأساس يلي بينحكى عنهم. هلا إذا نرجع نحط الصورة كمان كنت حطتها تشوف قد ايه في أنواع كيوي بالعالم، يعني هون عم نشوف من الصغير للكبير للألوان للأنواع كل هول موجودين. لما واحد بيكون عم يمشي بالصين بالطبيعة بشوفهم كلهم بيقطفهم بالطبيعة، هي بتطلع بالصين وايلد يعني. هلا إنسان صار مع الوقت يجوز هالأنواع لبعضها وصار عنا كل هالكيوي. صار في عنا حتى كيوي من دون وبر، في عنا كيوي أحمر، وهون نحن معنا الصفرة ومعنا كمان الحمراء. هول كمان عم تشوفون هيدي الحمراء هي حتى من دون وبر عليها من برا مثل النكتارين شوي. 100% هلا الكيوي بلبنان ما بينزرع على الساحل، نشان نحكي شوي عن كيف نهتم فيه وهيك. الكيوي منه ابدا 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 بتتساحل. هلا كنت عم بقول من شوي قد هي قويه، كثير قويه، بس اذا بنزرعها غلط ما بنعرف نحضر التربه غلط ما بننبسط بحياتنا بالكيوي. سو منا من النباتات اللي رح تعرفنا حياتنا انه تمرض. أوكي. بس فيها بدها تحضير قبل 100% قبل الزراعه، تحضير قبل بدها اعطيني بعدين. بلبنان منا نبته للساحل، اكيد هي من 500 متر وطلوع. نحن وين عم بنزرع الكيوي لانه صار في انتاج كيوي؟ هلا هو ما بيزبط يعني على الساحل ليه؟ لانه بدها ساعات سقعه معينه. هلا لما اوقات في اشخاص بيقولوا ايه بس انا زابطه عندي، ما بتكون كوميرسيال يعني، اذا طلع لك 2 و3 و4 كيوي ما فيها الكميه يعني. فهو بلبنان بيزبط يعني من 500 ل 1200 كثير منيح يعني، حتى على 800 و900 و1000 بعد بيصير اكثر احسن يعني. ما عندها مشكله كثير تتحمل حتى الجليد وحتى كمان البرد وهيك يعني، هي نبته قويه. هلا بدنا نعرف لما نحكي هلا وين نزرعها كيف نهتم فيها وهيك، هي فول سنتر انه عربي شيء. بس ليك كيف بتصير يعني، واحد بده يعرف انه انا بزرع كيوي يعني بدي احط لها تريليز، بدها تعربش، في عده طرق فينا نزرعهم مثل ما العريش، فينا يعني مثل عريشه العنب مزبوط. بس كمان اوقات فيها نزرعها ويكونوا مثل تي يعني، بتصير تمشي من هون ومن هلا بعد شوي بيقطع صور. فاكيد هي بتحب الشمس، هيدا اول شغله نعرفها. اذا بنقدر نزرعها بمطرح ما في هواء كثير قوي بيكون كثير منيح، لانه ما بتحب الهواء مزبوط. هيدا الشغله كثير مهمه، والكثير كثير كثير مهم هو كيف نحضر الجوار تنزرع يعني. انا لما هلا مثلا هيدا النبته بدي اشيلها وبدي ازرعها، هلا بنحكي شوي اكثر عنها. هيدي شغله كثير اساسيه بالكيمياء يعني. لانه لازم الارض تكون ارض درينات يعني، لازم المي تقدر تصرف، فاذا ما في استعملها ما بدها تجمع. صح. وبلبنان في بعض المطارح الارض هي بتكون كثير يعني مثل البات امودلي يعني، فالمي ما بتقدر تروح بريحها وموحله، هيدا ما لازم اكيد نزرع فيها الكيمياء. سو لما نكون عم نزرع بدنا نزرع ذكر، بدنا نحط بعدين شماله ويمينه، بدنا نحط انثى. فهو ذكر بيقدر يلقح اربع انثى. سو ذكر واحد؟ لا اربع انثى. فينا نزرع ذكر وانثى واحده، بس انه هي الفكره هو بيقدر يلقح اربع بالرياحة عندهم. هلا كثير مهم لما نعمل هيدا الجوره نفهم انه هي كمان بتحب شويه تربه تكون اسيد، سو بدنا نقدر نعمل ميلانج يكون في بقلبه تيرو، ونحط اذا بنقدر حتى بالميلانج بيرليت. البيرليت هن هول مثل البحص الابيض الصغير. لانه هيدا بيساعد كثير انه المي تروح، لانه اذا المي جمعت بالكيوي في مشكله كثير كبير. ونحط بالخلطه كمان سواد يعني، بنجيب كمان فيمير او بنجيب بنقول له اورجانيك فيرتيلايزرز، بس انا بحبز انه يكون اكيد تريتي يعني، ما يكون جايب امراض يعني. بدنا نحط الرو مع بيرليت مع السواد تنقدر نعمل هيدا الجوار. الجوره تبع الانثى لازم يكون كمان حتى شوي اكبر، لانه الكيوي عنده شلوش فوق، وهذا بننتبه لما نكون عم ننكش، بس نفس الوقت شلوشه بينزلوا كثير. سو كمان لازم مزبوط، لازم كثير ننتبه على هول الديتايات نحن عم نعمل كيوي. وقد ما هي بتكبر هيدا الكيوي وهيك بتقدر توصل يعني حتى تحمل بال 400 كيلو بعدين النبتة الواحدة يعني. عم نحكي عن كثير مساحة كبيرة يعني 100%. هلا كثير مهم نعرف دائما هذا انه بدها التلقيح. هلا التلقيح اوقات انا بكون زرعت اربع مثلا، هلا اوقات بصير في اغلاط لانه لما بكون اشتريناهم من المشتل اوقات بحطوا لك انه لون معين، لانه هن اذا لما نشتري بتفرق بيناتهم. ما هلا بتكون مثل هلا انا كيف عم فرجيك اياهم، ما في ولا ورقه ولا زهره ولا شيء، كيف رح نعرفهم؟ فبكون حاطين لنا حبل، اوقات بالمشتل بكون في غلطه، مثلا بكون انا عندي هون كلهم انثى او كلهم ذكر، بيطلعوا العكس. ولو كان مزبوط اوقات المشاكل بتصير بسبب انه ما بنقدر يتلقحوا هالزهور، في يكون لانه في هواء منه كافي. وكثير اشخاص بيزرعوا نحل اسد لما يكون عندهم كيوي تنحل ينقل الفيميل. رح فرجي صور تبع كيف نعرف الذكر من الانثى. هون عم نشوف الانثى على اليمين الذكر على الشمال، هيك واحد بيقدر اذا نطر يعرفهم. هون كمان مبينين هيك شوي اكثر الانثى على اليمين. صح حلوه دائما هيك. فهون عم تشوفي كيف عم تجي النحله على الزهره وهيك. هلا الزهره هي الانثى اذا كانت موجوده بتقدر لسبعة ايام بتضلها تقدر تحمل.
يعني بس اذا بلش يتغير لونه من الابيض للاصفر بتقدر تصير اقل جذابه للحشرات. مشان هيك كمان انه هيدي الفتره كمان مهمه كثير. واذا اجى هواء ايه في اشخاص يعني بجربوا كثير يساعدوا هن الكيوي لتتذكر. سو تلقيحه صعب يعني يعتبر هو الاساس اللي تقدر يعني في يكون عند كثير زهور بس ما تتلقح بسبب او ما عندنا زرقه نحل لانه عم نرش كثير او الهواء منه كافي. بس طلع هيدي الصوره قد ايه بتحمل يعني هون مبين انه الكيوي انه قد ايه بتصير عم تحمل لما تكون كبرت. فالنحل كثير كثير اساسي بالكيوي. هيدي هون فارم كيف منا مثل العربيش العادي هيدي بنسميها اونتي اذا انتبهتي يعني في مثل تي وطالع عليها حبال وفي حبال يمين وشمال هون بركي بتبين هلا هون اكثر هيدي الصوره كيف لما بتتشحل وبتروح. سو ما بده يعمل عريشه هون مثل ما بنزرع عنا بالفان مثلا اذا بتبقى وهلا الاساسي كمان جدا 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 بالكيوي يعني اللي بده يزرع كيوي لازم هلا ما بقدر بريحة نوصل الفكرة اليوم بس ضروري يشتري كتاب أو يقرأ على الإنترنت كيف بتتشحل. يعني كيوي منه مشحل هو كيوي رح يطلع فاشل ما رح يطعم حدا أبدا. سو هيدي شغلة كتير مهمة. هون عم نشوف واحد من الأمراض الكتير قليلة اللي بيجي على الكيوي يعني أكيد يلي إذا عنا إياه هذا ما بيتعالج سو لازم أكيد نقتل الشتلات نشيلهم. شو هيدا؟ هلا هيدا نوع من اسمه شانكر يعني هو مثل سرطان إذا بدنا نسميه هينا يعني هولي لازم ننتبه لهم يعني بس هيدا ما بيتعالج لأنه منه شامبينيون ومنه أمراض حشرات يعني سو ما فينا نرش لهيك شغلة. هلا هون كمان هيدي الصوره مهمه لانه في قصص لازم ننتبه لها بالكيوي مثل المالش يعني مثلا هلا بالايام الشتاء وهيك كثير مهم انه الشلوش تبعهم يكونوا مغطيين او مثلا اوقات بحشيش او حتى بالمالش اللي عملنا عنه الحلقه من جمعتين يعني مثل هول الباير فضله الخشب وكل هالاساس كثير كثير بحبز هيدي الشغله اكيد. هلا بس لما بدنا نبلش نعطي الكيماوي لازم نرجع نعشب ما نخليهم اكيد لهالاشياء يعني تا يحمل مثل ما هون عم نشوفه كثير اساسي بعدين نحط له كيماوي كثير مهم يعني تضلها تحمل لانه عربيشه رح قد ما احتاطي فواكه يعني بدها تفضي الارض فاذا الارض فقيره بدنا نساعدها يعني اكيد 100%. هلا رح احط صور جابي ما رح كثير يحبهم بس انه رسمات يعني بس تنفرجي على السريع كيف يعني لازم ينقص الكيوي وين لازم ينقص الكيوي ف يعني شغله كثير اساسيه اللي بدهم يجيبوا كيوي بدهم يعرفوا انه بدنا نقص ليه. اذا انتبهت بهذه الصوره عم يفرجونا وين بنقص وين لانه الخشب القديم ما بيحمل الخشب اللي عمره سنه هو اللي بيحمل بعدين سو كثير بدنا نعرف كيف نقصهم تتحمل دائما وين نقصها. ما في صور ريال عن هذا القص بس هون بتشوفي كيف بدنا نوجهها يعني اللي بده يزرع كيوي بده يتحمق اكثر بكيف يعتني فيها بالتشحيل تترجع تزهر تترجع تعطي وهيك نعم. مارك ليبي لبنان ما عم نشوف كذا صنف كيوي عم نشوف صنف واحد لانه هذا الصنف الكوميرسيال اللي كثير معروف بالعالم لانه مطلوب او لانه ماشي زراعته لانه مطلوب لانه ما كان في ناس عم بتجيب غير انواع حاليا بلشوا يجيبوا 3-4 انواع على لبنان عم نبلش نشوف الاصفر بس كمان ما كثير والاحمر كمان والاحمر ايه بس انه بعد ما انت كانت ترند وعم نبلش نشوف يلي بدون شعر. انت مع انه تاكل الكيوي مع القشره؟ في اشخاص بياكلوها في كثير بياكلوها وفي كثير بيقولوا هيك انا ما بقدر لعوصها هذا الفرق بس بس التكستشر يعني بس للصحه بيقولوا انه كثير منيحه صح. ثانك يو مارك بعدنا معودين بحلقه المرسبين بعتذر بعد مره رح ناخذ بريك من بعدها من كافي الايف وانا بلاقيكم ب واتس كوكينج